نظرة أخرى من على ضفاف نهر دجلة على أحياء الموصل القديمة أو أطلالها إن صح التعبير. كلما اقتربت أكثر كان المشهد أسوأ للناظرين إلى حال هذه المدينة التي مزقت أحياءها حرب التحرير كما تسميها الحكومة في بغداد، تحرير كان ثمنه كل شيء تقريبا، لتبدو الصورة في نهاية المطاف كما هي عليه الآن. وباستثناء عودة نسبية لحركة السكان، يظل مشهد الخراب هو السائد منذ إعلان استعادة الموصل من سيطرة تنظيم الدولة في تموز من العام الماضي. وفي منتصف هذه الرحلة بين أزقة الموصل القديمة، يخرج مختار منطقة الميدان ليتحدث عما حل بسكان منطقته بسبب الحرب. هذه المشكلة اللي كارثة اللي حصلت على منطقتي، منطقة الميدان، ولأن سكانها 1200 عائلة حقيقة هم متهجولين في أحياء متعددة، وأغلبهم فقراء من الدرجة الوسطى والصفر. المصائب لا تأتي فرادى بالنسبة لسكان منطقة الميدان الذين أخذت الحرب منهم ما أخذته. احنا من أهالي الميدان وحوش الخان، أنا مرتي وبنتي ماتوا بالقصف مال الطائرات بالبيت 6 شهور و22 يوم لما ما طلعتوهم، هاي شهادات وفاة مالتهم. وعندي بنت اللي مكسور الحوض ماله 6 كسور وكتافة بلاتين، ودوها على اربيل 2 مليون دينار مطلوبين عليها، وما عدنا منين نجيب. سكان المنطقة تحدثوا أيضا عن مواد متفجرة ما زالت مختبئة بين الأنقاض تلتهم أجساد الأبرياء لا سيما الأطفال. وأسع هاي الأنقاض وهاي الجثث والأحزمة الناسفة، أسع أعطيهم لوري كامل أحزمة ناسفة، لوري كامل أسع أعطيهم، خلي يجوا معايا أسع أحملهم لوري كامل أحزمة ناسفة، أسع يجوا حط طفل صغير بس يلعبيه يطق عليه. حكومة العبادي كانت قد تحدثت عن حملة إعمار واسعة لمدينة الموصل بعد انتهاء الحرب عليها وتعويض سكانها المتضررين، لكن شيئا من تلك الوعود لم ينفذ حتى الآن.